كيف هي صنعاء بعد 5 سنوات من حكم الحوثي؟ لماذا برز تناقض الثراء الفاحش والفقر المدقع في هذه المدينة؟ وكيف أصبحت عاصمة اليمنيين مدينة اللون الواحد والسلطة الواحدة والقمع الواحد؟ أهلا بكم. في تقرير حديث صادر عن مركز صنعاء للدراسات يقدم صنعاء الغريبة عن اليمنيين، صنعاء التي تحولت إلى مركز مالي لميليشيا أثري فيها أفرادها ثراء فاحشا من النفط والغاز والكهرباء والجباية والنهم المنظم. صنعاء نفسها التي تحولت إلى مدينة من أطلال مباني دمرها التحالف وسكان قتلهم الفقر وهدم أرواحهم الظلم المحيط بهم. التقرير الذي يقدم صنعاء ما بين مارس 2015 ومارس 2020، كيف تحولت العاصمة إلى مدينة بلا إعلام ولا صحافة؟ تحدث التقرير عن التعليم والسجون والانتهاكات والقهر الذي يحيط بصنعاء. كيف سعى الحوثيون لفرض هويتهم الطائفية على التعليم وحياة الناس بتجريف وممنهج لبلد شهد التنوع وامتاز به؟ فما حجم الجريمة التي أحدثها الحوثيون خلال 5 سنوات بصنعاء وبقية البلاد؟ وما هو مصير عاصمة اليمنيين في حال استمر حكم الحوثيين لها بهذا الشكل؟ فجلي صنعاء حديثك وفوق النسيم. لصنعاء التي أهدرت عواصف الحرب نسيمها وأخلف الطغيان عهدها، فأصبحت مدينة بلون واحد. فمنذ 5 سنوات فرض الحوثيون هيمنتهم الكاملة على المدينة وجردوها من ملامحها الجميلة لتكتسي شوارعها بلون قاتم ووحيد. إنه لون ميليشيا الحوثي الجماعات الدينية المتطرفة التي لا ترى سواها. الصورة التي تنقلها التقارير عن المدينة وكثفها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في أحدث مواضيعه تحكي كيف اختفت صنعاء المعروفة بغناها وتنوعها وتحولت بين عامي 2015 و2020 إلى مدينة أشباح بعد أن جردها الحوثيون من أبرز ملامحها وجردتها الحرب من مبانيها ومعالمها الجميلة لتصبح أبرز معالمها مجرد أطلال. ينتصب عناصر ميليشيا الحوثي بأسلحتهم المهيئة دوما للقتل في الشوارع والحارات ليكسوا وجه المدينة بالخوف والفزع، فيما تحولت جدران المدينة إلى معرض حي ومفتوح لصور قتلاهم وشعاراتهم الطائفية المتطرفة. صنعاء المدينة التي حولتها الحرب إلى أطلال، يعيش داخلها ملايين اليمنيين يفتقرون لأبسط الخدمات العامة بجوار حفنة من قيادات الميليشيا الذين تحولوا إلى أثرياء خلال 5 سنوات لا غير. سيطرت الجماعة وقياداتها على المجالات الخدمية كالنفط والغاز وتوليد الكهرباء، وشكلت هذه الخدمات بابا لاستثمارات هائلة بسبب بيعها بتكلفة عالية جدا للمواطنين، وأصبحت مصدرا للثراء الفاحش ومدخلا للصراع بين قيادات الجماعة. سيطر الحوثيون على المؤسسات الإيرادية العامة والخاصة، وقفزت إلى السطح شركات نفطية ومحطات وقود وشركات صرافة حلت محل البنوك. في الوقت الذي تشهد فيه اليمن أسوأ مجاعة في تاريخها، انتشرت على أطراف صنعاء فلل ومبان حديثة لقيادات حوثية ظهرت عليهم آثار الثراء المفاجئ. استخدم الحوثيون خلال سنوات كل أدوات القمع والتنكيل بخصومهم، فتحولت صنعاء إلى معتقل كبير ومدينة طاردة للحريات والحقوق العامة. غصت سجون الدولة بمعتقليهم وفتحت مباني أخرى كمعتقلات، كثير منها معتقلات سرية، وتنوعت أساليبهم القمعية بين الاعتقال والتعذيب واختطاف النساء والحرمان من ممارسات حرية التعبير، وأغلقت الصحف وحجبت المواقع لتغدو صنعاء مدينة معزولة يحكمها ويتحكم بها الحوثيون وحدهم. وتحولت المدينة من عاصمة لليمنيين إلى ساحة لممارسة طقوس الحوثيين ومناسباتهم الدينية، أو ميدان لتجمعاتهم وحشودهم، ولا حق لأحد فيها سوى الصمت. أبدأ النقاش مع ضيفي من مأرب عبد الباسط الشجاع، مدير مركز العاصمة الإعلامي. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. حياك الله أخي سامي وحيا الله جميع المشاهدين الكرام. كيف تبدو لك صنعاء الآن بعد 5 سنوات؟ التقرير الذي سلطه
عن العاصمة صنعاء وأصدره المركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، هو يأتي ضمن التقارير التي تشرح وتصف يعني الوضع الداخلي للعاصمة صنعاء. بعد 5 سنوات أشبه ما توصف العاصمة صنعاء بأنها المدينة المصادرة، المدينة المنهوبة، المدينة التي تغيرت ملامحها وتغير شكلها يعني عن جميع اليمنيين الذين كانوا يعهدون عن هذه عن عاصمتهم التي تضم ملايين اليمنيين بمختلف أطيافهم بمختلف مناطقهم. لا تجد يعني أحد يسألك في العاصمة صنعاء عن منطقتك، عن حزبك السياسية. كان هناك يعني مجال ثقافي مفتوح، وإن كان هامشي في عهد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن جاءت ميليشيات الحوثي بانقلابها جرفت كل شيء، جرفت العملية السياسية، غيرت ملامح هذه المدينة التي كانت تبدو لجميع اليمنيين. لم يغدو هناك في العاصمة صنعاء إلا صوت واحد، وهو صوت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، الجماعة السلالية العنصرية التي يعني شردت اليمنيين، شردت معارضيها حوالي 400,000 سواء الإعلاميين أو النشطاء، يعني وجدوا أنفسهم خارج العاصمة صنعاء بفعل البطش والتنكيل وما يتعرضوا له من مضايقات في 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 عاصمة اليمنيين، وكأنها تريد تحويل العاصمة، وأرادت وفرضت هذا مشروعها بتحويلها الى يعني الى غابه يعني لا تضم الا يعني لانصارها لمن يتبعونها فقط. طيب، التقرير ركز على جوانب كثيره داخل صنعاء، ما الذي استوقفك من هذه الجوانب التي ركز عليها التقرير؟ طبعا في 2019 العام المنصرم هناك تقارير دولية، وبتحديدا مؤشر مرسل الدولي صنف العاصمة صنعاء ضمن ثالث أسوأ دولة في العالم، ويعني أتت بعد العراق ودولة أفريقية لا أذكر اسمها تحديدا. يعني هناك دق ناقوس الخطر منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، باتت العاصمة صنعاء تعيش وضع مأساوي. وطبعا هذا المؤشر والتصنيف العالمي والدولي بناء على الخدمات الأساسية، بناء على أمنية، ميليشيا الحوثي دائما تسوق بأن العاصمة صنعاء تشهد استقرارا وتشهد أيضا يعني استقرارا أمنيا وما إلى ذلك، بينما المحافظات المحررة تعيش في فوضى، في اغتيالات وغيرها. هكذا تسوق ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء، بينما هي يعني العايشين في الداخل داخل العاصمة يعني لا يمر يوم إلا وهناك انفلات أمني، جرائم تحدث، عصابات تمارس أبشع أنواع الانتهاكات وأنواع السرقة والنهب بحق المواطن اليمني، وأيضا تتم هذه السرقة يعني بتنسيق من المشرفين الحوثيين. بالإضافة إلى أن هناك يعني العاصمة صنعاء خلال 5 سنوات الماضية يعني لا يوجد فيها كهرباء، وهي العاصمة الوحيدة في العالم الذي لا يوجد فيها كهرباء، لا يوجد فيها، توقف يعني المشروع الحكومي للمياه، المواطنين وسكان العاصمة صنعاء يعني لا يشربون أو لا يملؤون بيوتهم إلا بالوايتات. كلما هنالك من الخدمات، لا هناك كهرباء في صنعاء أستاذ عبد الباسط، هناك كهرباء في صنعاء وخدمات، لكنها أصبحت خدمات موازية، خدمات تجارية، مشاريع استثمارية. أما على ذكر أن العاصمة ولا توجد فيها كهرباء، ما العاصمة المؤقتة أيضا وضعها لا يقل سوء؟ طبعا لا يوجد فوارق، يعني ميليشيات الحوثي عندما جاءت بمشروعها الانقلابي والتدميري خصخصت جميع المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسة العامة للكهرباء، جلبت كل المولدات ونهبتهم من المؤسسات سواء مؤسسة حكومية أو خاصة، ثم شرعت قيادات داخل الجماعة ببيع هذه، يعني وصل الكيلو الواحد في الكهرباء حاليا ب 350 ريال بعد أن كان ب 30 يعني السعر الحكومي.
لا يوجد يعني مقارنة بين المحافظات المحررة، وإن كان فيها يعني نوعا من الفوضى وإن كان فيها غياب نسبي للخدمات، لكن العاصمة صنعاء تجردت من كافة الخدمات. الموظفون يعني حوالي مليون موظف منقطعة مرتباتهم منذ 3 سنوات. طبعا هذه المرتبات كلها تذهب الى يعني الى جيوب ميليشيات الحوثي، الى الاستثمارات، تتحول الى شركات عقارية، تتحول الى مباني، الى استثمارات وما الى ذلك. طيب أستاذ عبد الباسط، فيما يعني يخص وسائل الإعلام، لا حرية اليوم ولا صحافة موجودة في صنعاء. هو في العادة وسائل الإعلام ربما تتمتع بحماية خاصة، لماذا كل وسائل الإعلام المناوئة اليوم والمعارضة للحوثيين لم تجد إسناد حقيقي لها؟ طبعا كان هناك ما يقارب 200 ل 250 ما بين صحيفه الى مجله يعني كانت تباع في الاكشاك، كان هناك تنوع ثقافي، كانت هناك حريات صحافه وان كانت نسبيه مقارنه بالدول الاخرى او البلدان الاخرى، لكن يعني اذا مررت على الاكشاك في العاصمه صنعاء لن تجد سوى 5 صحف إلى 6 صحف وكلها تسبح بحمد كما يطلقون عليه السيد ومشروعه الكهنوتي التدميري، بالإضافة إلى طبعا سحبت ميليشيا الحوثي سحبت جميع الكتب التي تتحدث عن ثورة 16 سبتمبر وعن وعن ثوارها وعن النظام الجمهوري، سحبتها من جميع المكتبات والأشياك في العاصمة صنعاء وأدخلت إليها يعني ملازمها وكتبها التي أنتجتها خلال أو التي ألفتها خلال هذه 5 سنوات. أما الوسائل الإعلامية للأسف الشديد التي لم تجد رعاية واهتمام وتقوم بأدوار جيدة يعني من خارج العاصمة صنعاء، فهي للأسف نلقي اللوم على الحكومة الشرعية. لم يكن هناك مشروع ثقافي، مشروع لمواجهة هذه الجائحة الحوثية ومشروعها الطائفي من قبل الحكومة، ولا يوجد حتى يعني ما يقال عنه يعني مؤشر أو شغل نسبي مقارنة بالتجريف الحاصل في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي. طيب اليوم اليمنيين الواقعين تحت السلطة الحوثيين يواجهون صراع وجودي، متى يمكن القول أنه يكفي أو كيف ستنتهي هذه السيطرة من قبل الحوثيين على هذا الوضع؟ عفوا، برأيك كيف الرقم الذي تتصلون به لا يمكن؟ طيب يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الباسط الشجاع، مدير مركز العاصمة الإعلامي، كان معنا من مأرب، وكنا نتحدث معه عن موضوع هذه الحلقة اليوم عن صنعاء بعد 5 سنوات، صنعاء من 2015 إلى 2020، تفاصيل كثيرة عن كيف أصبحت صنعاء عاصمة اليمنيين مدينة اللون الواحد والسلطة الواحدة والقمع الواحد، وهو عنوان لتقرير صدر عن مركز صنعاء للدراسات. طيب سنناقش أيضا في هذه الحلقة تفاصيل ما جاء في هذا التقرير، وسينضم إلينا ضيوف لاحقا، وسنناقشه مع نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات حول تفاصيل كثيرة جاء في هذا التقرير، وأيضا عن غياب وعدم الاهتمام والتركيز على ما جاء في هذا التقرير وما بات واضح ومعروف للجميع من قبل المجتمع الدولي. وأعود مرة أخرى للتواصل مع ضيفي من مأرب الأستاذ عبد الباسط الشجاع. أستاذ عبد الباسط، برأيك برأيك اليوم ما الذي يجب على اليمنيين لوقف هذا الاستنزاف المرير للدولة ولحياة المدنيين ولحالة الظلم الموجودة؟ طبعا الواقع المعاش في العاصمة صنعاء رغم التنكيل والبطش والقبضة الحديدية لميليشيات الحوثي ويعني شغلها في المجال الثقافي والطائفي لمشروعها، إلا أن هناك طبعا هناك غير قبول بهذا المشروع. ميليشيا الحوثي هي ترى بأنها تسابق الزمن في موضوع تشيع الناس، في موضوع يعني تحويل العاصمة صنعاء إلى كربلاء أخرى، إلى مدينة شيعية أخرى، لكن
يعني لما تجد يعني سخط الناس وغضبهم وعدم رضاهم عن ما تقوم به ميليشيا الحوثي، سواء على مستوى التعسفات، على مستوى فسادها وإدارتها لشؤون العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى التجريف على المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في موضوع تشييع الناس. يعني هناك أشبه ما هو بثورة تحت الرماد، ثورة يعني ثورة داخل كل يمني. وإذا كان هناك مثلا تحركات عسكرية أو إسناد من الحكومة أو ستجد معظم المواطنين وسكان العاصمة صنعاء سيخرجون يقاتلون هذه الجماعة الباغية. يعني لا، ليس هناك بيت أو حي إلا يعني أو مواطن يمني إلا تضرر من هذه العصابة، سواء في مصدر رزقه أو قطع مرتباته أو حرمانه من المساعدات التي تصرف وتصل من المنظمات الدولية وغيرها. يعني الممارسة يعني وصلت إلى مستوى أن تقطع أرزاق الناس، أن تحرمهم من مصادر أرزاقهم، أن تختطفهم، أن تعذبهم داخل السجون. يعني لم يكن هناك جريمة أو انتهاك إلا ومارسته ميليشيا الحوثي بحق المواطن اليمني، وبالتالي فإن المتضررين من سياستها ومن جرائمها وانتهاكاتها ملايين اليمنيين، سواء كانوا في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. طيب، تبقى معنا أستاذ عبد الباسط، وينضم إلينا الأستاذ أسامة الروحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات. أهلا بك أستاذ أسامة. أستاذ أسامة، هل تسمعني؟ طيب، سنعاود التواصل مرة أخرى بأسامة الروحاني. وعد الأستاذ عبد الباسط الشجاع، هناك حالة ثراء فاحش وأيضا فقر مدقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، برأيك لماذا برز هذا التناقض؟ طبعا منذ انقلاب الميليشيا على الدولة وسيطرتها على العاصمة ركزت على تجريف الاقتصاد اليمني وعلى نهب إيرادات هذه المؤسسات الإيرادية وتحويلها إلى صالح استثماراتها وإلى ما يسمى المجهود الحربي. كما هو معروف لكل يمني، ميليشيا الحوثي نهبت أكثر من 4 مليار دولار من البنك المركزي، وهذه جزئية واحدة من بقية الجزئيات التي سقط ميليشيا الحوثي عليها من مؤسسات الدولة الإرادية. يعني كان بإمكانها يعني التي تصلها من إيرادات المؤسسات سواء النفطية أو الجباية أو يعني أو الضرائب أو الجمارك وما إلى ذلك، كان بإمكانها أن تصرف المرتبات التي حرمت أكثر من 2 مليون موظف يمني حكومي، كان بإمكانها أن تصرف مرتبات، لكنها فضلت أن تحرمهم وأن تمارس بحقهم التجويع من أجل إخضاعهم، بينما هذه الأموال كلها تذهب لصالح استثماراتها. العاصمة صنعاء تغيرت ملامحها جغرافيا، يعني في كل الأحياء يعني مناطق خاصة المناطق الشمالية سواء صعدة أو حجة أو عمران وما إلى ذلك، لا أقولها بنفس مناطقي وإنما هو الحال، يعني تم تغييرها. وهؤلاء السكان يعني ومن أنصار والمؤيدين لميليشيا الحوثي باتوا هم يعني من يسيطرون على الأحياء السكنية بعد طرد حوالي مئات الآلاف من اليمنيين التي يعني طردتهم ميليشيا الحوثي، ويعني بعد أن كانت تريد أن تخضعهم لمشروعها فصروا خارج العاصمة صنعاء. أشكرك جزيلا عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا من المأرب، شكرا جزيلا لك. وأنتقل لضيفي عبر سكايب الأستاذ أسامة الروحان نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات. ما بين مارس 2015 و2020 لون واحد وسلطة واحدة وقمع واحد هو عنوان لأحد تقاريركم في مركز صنعاء. هذا التقرير ربما يذكر العالم ويذكر اليمنيين بما تعيشه العاصمة صنعاء المستلبة، كيف اليوم يمكن تصنيف ما يحدث لعاصمة اليمنيين صنعاء من قبل جماعة الحوثي؟
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. ما يجري اليوم في صنعاء في هذه المميزة المدينة التاريخية، المدينة التي طالما اعتبرها اليمنيون حاضنة لجميع اليمنيين من مختلف المناطق ومختلف الأماكن، وما تشهده اليوم هو شيء مؤسف ومحزن، وليس اليوم إنما منذ بدء هذه الحرب ومنذ بدء انقلاب الجماعات الحوثية ضد مؤسسة الدولة. ونرى يعني ننطلق من هذا المنطلق من الدولة الذي هي مطلب ومسعى كل مواطن يمني، كلما نراه من مشاكل اليوم هو والسبب الرئيسي خلف ذلك هو عدم وجود الدولة وضعف مؤسسات الدولة. وما نراه صراحة كنتيجة من سيطرة الحوثي على المؤسسات بشكل كلي هو تقييد القيمة المضمونية والمحترمة للدولة القائمة على المنظومة القانونية، واستبدالها بمنظومة تعتمد على قانون المشرف أو قانون السيد أو القوانين التي لم تخرج من المسار التشريعي للبلد. هذه أحد الإشكالات الرئيسية ما أراه صراحة بشكل مفزع، هو تغير أو التهديد والخطر الذي يمس الجيل الجديد القادم لنا 5 سنوات منذ بداية هذه الحرب. ولك أن تتخيل الطفل كان في 10 من عمره الآن في 15 من العمر، ما الذي تغير؟ ما الذي أمام هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير؟ وما الأفكار والتعاليم التي تعلمها من الملامح الذي يراها عند الخروج في صنعاء؟ عند الخروج في مدينة صنعاء ترى أصوات أو صور قتل الحرب أو في 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 الشوارع، ترى علامات الموت، إشارات الموت في كل مكان. هذه هي صورة تنعكس في أذهان الأجيال الجديدة وتقدم لهم نموذج سيء، نموذج تنافى على الفطرة البشرية التي تدعو إلى السماحة، تدعو إلى اللاعنف، تدعو إلى مظاهر أخرى ذو أهمية أعلى كالتعليم، كالاهتمام بالتنمية البشرية للإنسان اليمني، كالنهوض به من مستوى إلى آخر. ما يجري اليوم في صنعاء وهذا نتيجة الحرب، وليس حتى في صنعاء وإنما أيضا في جميع عموم الجمهورية، الحرب خلفت كارثة إنسانية، كارثة اقتصادية، وأسوأ من ذلك كارثة اجتماعية لا يمكن أن يعالجها المجتمع اليمني بسهولة خلال الفترة القادمة، لا سيما أيضا البعد الاقتصادي والبعد الإنساني وكذلك البعد المدني والبعد السياسي بشكل رئيسي. اليمن شهدت حراك سياسي غير مشهود بعد 2011، ونرى انتهاء وموت للحركة السياسية وأيضا النشاط والفكر السياسي المتواجد في أوساط اليمنيين اليوم يموت. هناك رفع مستوى عالي للبيئة العدائية ضد النساء، ضد المجتمع المدني، ضد العاملين الإنسانيين داخل صنعاء وأيضا المناطق المسيطر عليها الحوثي، ولا سيما أيضا عدم وجود مؤسسات قانونية أو أمنية أو قضائية حتى تحمي المواطن اليمني من أي انتهاكات ترتكب تجاهه. لكن في المقابل أستاذ أسامة، في المقابل اليوم الحوثي يقول صنعاء كوضع هي الأفضل، أمن واستقرار تشهده صنعاء لا يوجد في المناطق الأخرى التي تحت سلطة الشرعية. أنتم أشرتم في التقرير أيضا إلى أن اليوم صنعاء تكتظ بالسكان، هناك حالة نزوح غير عادية إلى صنعاء لأنه فيها استقرار أكثر والحرب وضررها ربما أقل. أنا أعتقد هذا له علاقة بشكل رئيسي لتواجد مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء حتى من قبل الصراع، رغم أنها أنهيت واستبدلت بأنظمة موازية، أنظمة غير قانونية، أنظمة يشرع لها كما أشرت سابقاً مشرفي هذه الجماعة. ولكن أيضا هناك عامل سكاني مهم، المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين هي المناطق الأكثر تجمعا للسكان داخل الجمهورية اليمنية، هناك وعلى ذلك هناك حركة اقتصادية مشهودة سواء بعيدة عن النظام، يعني هناك عندك حركة اقتصادية، هناك تجارة موجودة، هناك تجار، هناك بنوك، هناك مؤسسات ما زالت قائمة، وهذه هي التي تجعل الحركة في هذه المدن أكثر زخماً من المدن الأخرى. هذا ليس له علاقة
بما يقدمه الحوت. إذا ما قارنا بين المناطق الأخرى وما بين مناطق الحوثي سنقارنها من مستويات مختلفة. الحوثي يجبي ضرائب عالية جدا لم تجبي اليمن ضرائب هكذا في السابق. عنده نظام جبائي قد نقول أنه متميز، ولكن أين تذهب هذه الضرائب وكيف تذهب، وأيضا ما هي الطرق؟ قد تراجع أيضا. أنت الآن تقودني إلى سياق نود مناقشته، أنه حالة التناقض الموجودة اليوم الاقتصادية، الفقر المدقع والثراء الفاحش الذي حصل في صفوف الجماعة، برأيك كيف وصل إلى هذه المعادلة؟ هذا استكمال النقطة، هذا هو استكمال النقطة اللي ذكرتها. هناك نظام جبائي جبت جماعة الحوثي أموال طائلة جدا خلال الفترة الماضية، ولكن لم نرى أن انعكاس لهذه الأموال عبر تقديم الخدمات ك خدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وإنما هناك اعتماد كلي على المنظمة الدولية لتقديم جزء بسيط من هذه الخدمات. وهنا نتساءل أين تذهب هذه الموارد، ليس فقط الضرائب، هناك أيضا نظام مضاعف لجمع الجمارك، ليس فقط من ميناء الحديدة، وإنما أيضا هناك حدود أخرى اختلقها الحوثي، حدود جمركية يتم فيها تقاضي الجمارك من التجار بشكل مكرر عن ما تم دفعه خارجا، وهذا دائما ما ينعكس على سعر السلع والأسعار الموجودة بداخل اليمن. هناك أيضا وكما أشرنا في تقرير سابق كيف يستثمر الحوثيين بشكل كبير في السوق السوداء للموارد النفطية والتي تجبي أموال طائلة كثيرة منه. هذه الأموال لا تسخر لتقديم الخدمات، بينما هي يجب أن تسخر في هذا الاتجاه، ولكنها في المقابل تقدم للجهود الحربية وأيضا تمول المقاتلين وأيضا مصالح هذه الجماعة ومصالح الشخصيات التي تقوم بهذه الجماعة، وأيضا هي أموال أو موارد متوفرة لشراء الولاءات من القوى المختلفة أو من الجماعات الاجتماعية سواء القبلية أو غيرها داخل المناطق التي تسيطر عليها. وهذا هو استثمار سيء واستثمار فقط يوضح طمع هذه الجماعة نحو شيئين، هي السلطة والمال، دون أيضا الاستجابة لأي احتياجات من احتياجات. طيب، أرحب بضيفتنا الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين من المنام. أهلا بك أستاذة ميساء. أهلا فيك. يقال أن صنعاء القريبة من اليمنيين باتت اليوم غريبة، باتت مدينة اللون الواحد والصوت الواحد، برأيك كيف أصبح حال صنعاء؟ كيف وصلت إلى هذا الحال صنعاء ولماذا؟ هي طبعا صنعاء شهدت تغييرات كبيرة بعد الثورة. هي بالمناسبة صنعاء قبل 62 كانت مدينة زيدية، بمعنى لم تكن تشمل كل أطياف المجتمع اليمني، لم تكن ترى فيها هذا التنوع المناطقي، فبالتالي مسألة أنه الصنعة تحولت ذات اللون الواحد هي لها علاقة طبعا بطبيعة نمط الحكم. قبل الثورة طبيعة نمط الحكم هكذا، برغم أنها كانت العاصمة ويفترض أنها عاصمة أنها بتشمل كل أطياف المجتمع، لكن هذا لم يكن حاصل في حالة نمط حكم الإمامة في اليمن، وهو حكم كان يحكم اليمن بطريقة مذهبية فجة، طريقة مذهبية في ذلك الزمان، لكن الآن طريقة مذهبية مناطقية. الآن أيضا في نفس الحالة بس بشكل في قدر كبير. عن أي فترة؟ طيب أنت ربما حددت فترة زمنية أو حقبة معينة، طيب ماذا عن الثمانينات ربما وما تلاها في التسعينيات؟ لا، التغير حصل في الصنعة بعد الثورة 62، بدأت الصنعة تخرج أولا عن أسوارها، وبدأ يجوا ناس بطبيعة أنهم هذول التكنوقراط للحكومة، بعض رجال الأعمال من المدن الأخرى. استقبلت صنعاء عدة موجات هجرة من الجنوب، أولها بعد 67، بعد مش 67، بعد سنة 68 بعد تأميم عملية التأميم في الحزب الاشتراكي، ثم سنة 86 بعد الحرب الأهلية في الجنوب، ثم موجة أخرى بعد سنة 90 و94. فعندنا أولا عدة موجات هجرة جاءت من جميع أنحاء اليمن وخلقت من صنعاء حالة متنوعة بتمثل جميع أطياف اليمن،
جميع مناطق اليمن، وهذه الحالة كانت وصلت ذروتها في المرحلة الأخيرة من صنعاء بالذات، تحديدا في 2011 عندما كنت تمشي في الساحة أنت بتلاقي يمنيين من جميع الأطياف وكلهم مقيمين في صنعاء، أو جزء منهم كبير منهم مقيمين في صنعاء. فصنعاء كانت مدينة تنوع، لكن هذا التنوع كان مرتبط بظرف سياسي تاريخي معين بدأ بعد الثورة، بعد ثورة 62. لكن اللي حاصل الآن هو عودة بصنعاء لمرحلة ما قبل الثورة لكن بشكل مختلف، لأن صنعاء بعد ما صارت مدينة متنوعة الآن في إشكالية مع الحوثيين، عندهم إشكالية مع وجود الكبير لأبناء محافظات من مناطق أخرى، فبالتالي بيعاملوا صنعاء بشكل مختلف حتى نسبيا عن معاملتهم لحجة أو عمران، حيث يفرضوا سلطتهم الدينية بشكل مطلق أو سلطتهم المذهبية بشكل مطلق في هذه الأماكن، مثلا فرضهم لبعض القضايا مثل منع الغنى في الأعراس موجودة في بعض المحافظات، مثلا مسألة الصرخة الدورات الثقافية بتلاقيها أكثر كثافة في تلك المناطق. هم بيحاولوا في صنعاء أدلجتها، بيحاولوا تطييفها. مثلا قبل يومين حصل تغيير الأسماء المدارس في صنعاء، كلها تغيير الأسماء ذات دلالات مذهبية. فالحوثيين الآن بيتجهوا في صنعاء في محاولة تلوينها بلون واحد، لكن موجودين الآن ناس مستقرين فيها من عشرات السنوات، بعضهم أصولهم من تعز، من عدن، من إب، من مناطق هي مزاجها بحكم خلفيتها المذهبية وبحكم خلفيتها المناطقية لا يمكن أن تتطابق مع الحوثي. طيب سأعود لأسألك عن فرصهم، سأعود لأسألك أستاذة ميساء عن فرصهم لأن يجعلوها مدينة اللون الواحد كما تقولين، تقول لأنه لديهم محاولات. أذهب لضيفي أسامة الروحاني. أستاذ أسامة، إذن هناك حالة تجريف ممنهجة للوعي والثقافة والتعليم ومصادرة للحريات ونهب منظم لأموال المواطنين وللثروات، ومع كل هذا السوء ما يتم غالبا الإشارة إلى أزمة اليمن أنها أزمة مهملة، لماذا برأيك؟ أعتقد هذه لها علاقة كبيرة بالمكان الجغرافي لليمن. إذا قلنا أن هذه الأزمة مهملة، هي أزمة مهملة من قبل من؟ هل هي من قبل المجتمع الدولي؟ التي نرى أن سياسة المجتمع الدولي قد تكون غير واضحة تجاه اليمن، أو قد تكون سياسة تابعة للقوى أقوى في المنطقة على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأيضا النظر إلى الأزمة طالما كان نظر إليها أنها أزمة إنسانية، ولم ينظر إليها أيضا من منظور آخر، ولم ينظر إليها أن أيضا هناك أزمة حقوق إنسان كارثية موجودة، هناك أزمة اقتصادية، وبالأصح هناك أيضا أزمة سياسية فعلية، وهذا يعكس أيضا فهم وتعامل المجتمع الدولي تجاه اليمن، وما زال تعامل مقصور وغير جاد وغير واسع. وأعتقد هذا له علاقة بما الذي يريده المجتمع الدولي من اليمن، وهذا سؤال لا يوجد لديه أي إجابة. إذا ما نظرنا إلى جهود المبعوث الأممي في إحلال السلام في اليمن، ونظرنا إلى القرار 22-16 والعقوبات فرضت على بعض القيادة الحوثية، هي قرارات غير قابلة للتنفيذ على سبيل المثال. هذه هي أحد أعلى الممارسات الدولية التي يمكن الضغط فيها تجاه جماعة الحوثي، أيضا تجاه الحرب تجاه اليمن، وهذه قرارات غير قابلة للتنفيذ. وهذا يضع أيضا سؤال، لماذا اليوم المجتمع الدولي يغيب عن وضع تدابير حماية ربما تحمي المواطن الذي هو موجود في مناطق الحوثي، تدابير على الأقل قانونية واقتصادية؟ المجتمع الدولي لا يستطيع أن ينفذ أي تدابير ضد الحوثيين إلا إذا كانت خارج اليمن، أما إذا كانت داخل اليمن فهناك صعوبة جدا للتعامل مع ذلك. المجتمع الدولي داخل اليمن ممثل بالمنظمة الدولية على سبيل المثال أو الأساس الدبلوماسية بعضها، هو يواجه مضايقات مباشرة هذه الجماعات، ولا يمكن لأي جماعات دولية أو خارجية أن
تفرض اي احترازات او اي قيود داخل اليمن، ما يستفيد منه الحوثي، وهذا الذي نراه اليوم ان الموارد التي وجدت لديهم لا يمكن ان يرسلوها الى خارج اليمن، لانهم بالفعل سيكون هناك تعامل دولي تجاه هذه الاموال، سيتم مصادرتها، سيتم اخذها، ولذلك ترى الاستثمارات الكثيفه والعملاقه لجماعه الحوثي داخل صنعاء وايضا المدن التي تسيطر عليها بشكل كبير، وانعكاس ان هذه المواد حتى لا يمكن الخروج فيها. ولذلك المجتمع الدولي لا توجد لديه ادوات كثيره يمكن ان يضغط فيها على الحوثي على التي هي خارج اليمن. هناك تقارير اعتقد خرجت في الفتره الماضيه على المساعدات الانسانيه، وكان هذا اكثر شيء او اكثر ظرف قام فيه المجتمع الدولي التعاون مع الحوثي. المجتمع الدولي في موقف دفاع عن نفسه على الاقل داخل اليمن عبر منظماته الدوليه، يعني على استثناء الفتره الماضيه عندما فرض الحوثيين 2% على كنسبه من جميع المساعدات الانسانيه، كان دور المجتمع الدولي ليس ايقاف التعامل وانما ايقاف هذا القرار الحوثي، ولذلك تراجع الحوثي. فهذه هي المعركه وهذه هي المساحه التي يخوضها المجتمع الدولي تجاه الحوثيين. أشكرك جزيلا أسامة الروحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، شكرا جزيلا لك. أعود للأستاذة ميسة شجاع الدين. إذن اليوم هناك سيطرة عسكرية للحوثي واستحواذ ومصادرة للأموال من خلال هذه الممارسات، يقال أنه يسعى لتأسيس دولة تمتد لألف عام ربما. في الأخير وعلى المدى البعيد، هل فعلا سيتمكن الحوثي من السيطرة على البلد و فرض ما يريده ويسعى إليه الآن؟ قالت مسألة أنها ألف عام، هذه معلومة مغلوطة ومنتشرة جدا، حابة صحيحة دائما. هي سيطرة الأئمة كانوا موجودين من ألف عام، موجودين في الصعدة، عادة نفوذهم ما كانش يخرج الصعدة. كان في دول قوية في اليمن أيام الدولة الرسولية، الدولة الصليحية الطاهرية، ولكنها كانت دول غير زيدية، وكانت بعضها دول وحدت اليمن مثل الصليحية والسورية. فبالتالي الحديث أنها ألف عام غير صحيح. هم بدأوا يحكموا اليمن بعد طردهم للعثمانيين في القرن السبعتاشر، هذا أولا. فهم بالتالي مدى حكمهم هي 300 سنة متقدمة. فالنقطة الثانية، هم إمكانية أنهم يستفيدوا هذا الحكم. أولا هم اصلا خرجوا من الحكم بعد ما كان اليمنيين تاخروا في الثوره عن نظام ينافي استمراره، ينافي الزمن، يعني هذا النظام لم يعد فيه كان امكانيه لاصلاحه، يوجد امكانيه تطويره، لانه نظام بطبيعته بمنظومته بفكره، يعني حتى الحديث عن ثوره دستوريه عن ملكيه دستوريه ما كانش في امكانيه لتحول الملكيه الدستوريه، لانه جاء النظريه هي بحد ذاتها تنافي فكره الدستور. نظرية أولا بتقوم على فكرة التركيز على أساس العرق اللي هو الهاشمي وبعدها القضاء ومشايخ، يعني بتقوم على فكرة التراتبية الطبقية بمنطق العرق، وهذا منافي تماما لفكرة الدستور المواطنة اللي هي أحد أسس الدولة الحديثة. أيضا هي إمكانية تطورها الملكية الدستورية ضمن مفهوم الإمامة الزيدية اللي بتبيح حق التمرد، كانت عملية صعبة جدا أو غير ممكنة إلا إذا حصلت ثورة فكرية داخل المذهب الزيدي، وهذا كان مش موجود. فبالتالي إحنا تأخرت اليمن كثيرا عندما ثارت على الإمامة سنة 62. الآن هو بيضغط من منظومة إقليمية متكاملة لمفهوم مشروع شيعي بتقودها إيران ضمن مسمى المقاومة. ووجودهم مرتبط بالحالة الإقليمية أكثر ما هو صار مرتبط داخليا. لهم جذور داخلية بطبيعة الحال، بعض المناطق لم تدخلها الجمهورية عمليا ولم يدخلها الفكر الجمهوري. العديدة كانت موجودة في بعض مناطق اليمن، هذا شيء لازم نعترف فيه. فبالتالي هم موجودين في ظل هذه الحالة الإقليمية، أعتقد هم سيستمروا، لكن أتصور مع أي تغير إقليمي إمكانية استمرارهم صعبة، لأنهم هم من الصعب أدلجة اليمنيين. لاحظ أنه حاول الحزب الاشتراكي أدلجة اليمنيين في الجنوب، لكن بسرعة الآن الجنوب صار أكثر تدين من الشمال، بسرعة تخلى المجتمع الجنوبي عن الأدلجة، وفي بعض المناطق كانت مستعصية عن أدلجتها بالذات المناطق الجبلية. فكرة أدلجة المجتمع أو تطييفها في اليمن صعبة،
يعني مثلا حصل انتشار للسلفية في اليمن في بعض المناطق الجبلية بالشمال. هذه المناطق كثير من هذه القبائل الآن تحولت أصبحت حوثية، بعض ما كانت سلفية وبعضها إصلاحي وبعضها غير، فبالتالي طبيعة اليمنيين طبيعتهم مش مجتمع عقائد أو سهل أدلجة أصلا. طيب فبالتالي إذا تقول أن هناك صعوبة ربما لأن يفرض ما يريد في القبيلة، ما تفسيرك اليوم لنجاحه في التحشيد والصور التي كنا نشاهدها قبل قليل على الشاشة وإمداد جبهته بالمزيد والمزيد من المقاتلين؟ اولا هو هذا التحشيد جزء كبير منه بيكون اجباري، يعني في بعضهم بيكونوا مجبرين انهم يبعثوا اولادهم. في مثلا قريت مره بحث عن اب، في بعض العقال بيتكلموا بشكل صريح انهم احيانا يمنعوا تسليم الغاز لبعض المسؤولين لانهم رفضوا انهم يسلموا اولادهم للحوثي للتجنيد. فبالتالي احيانا في جزء منها عمل اجباري، في جزء منه تحشيد وشعور بالغضب بسبب التحالف. التحالف وجود عدو خارجي بيستفز اليمنيين، بيستفز مشاعرهم الوطنية، وأيضا دمر وقتل التحالف. ففي كثير ثارات، يعني في كثير ناس تونين أو عندهم شعور بالغضب والنكبة مما فعلوا التحالف في اليمن. هذا بيسهل كثير عليهم عملية التحشيد، وهذا ظرف مؤقت. يعني في النهاية التحالف كان هيستمر يضرب، كان هيستمر يحارب. يعني هو أول الأي أول الشهور، في أول 6 شهور عندما كانت الحرب عنيفة جدا على اليمن، كانت الحوثي لم يتكلم أحد عن طريقة إدارته للدولة، عن السودة، عن اللي بيعمله. كان الكل صامت والكل ملتف حوله لأنه كان في شعور أنهم تحت هجمة كبيرة من السعودية. بدأ التململ عندما بدأت تخف الضربات. الآن لو توقفت هذه الحرب نهائيا، قدرة الحوثي على التحشيد ستكون محدودة، ستكون مرتبطة بس بالقهر، بأداة القهر والقمع. وهو عمليا بيحكم المجتمع بأداة القهر والقمع. يعني الحوثي لم يكسب كثير من الأصدقاء والتحالفات مثل ما فعل علي عبد الله صالح. حتى شبكة الفساد الحوثيين مستفيدين منها عددهم محدود جدا. في عهد علي عبد الله صالح كان شبكة المستفيدين من الفساد كبيرة، يعني مثلا لما تدخل الوزارة من أصغر موظف لأكبر موظف هم في شبكة فساد بتشمل الجميع، بيشتغلوا كلهم عليها وكلهم بيستلم فلوس بشكل أو بآخر ضمن هذه الشبكة. أشكرك. بالتالي عدد حجم المستفيدين منها كان كبير. العفو. شكرا جزيلا ميسا شجاع الدين، الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من العاصمة البحرينية المنامة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا الليلة في المساء اليمني، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. نلقاكم في الغد وحلقة جديدة، كونوا بخير.